هلو، اليوم حب أفرجيكم كيف نعمل عشاء سريع وصحي وكتير كتير كتير طيب. لهالعشاء الصحي والسريع بدنا تقريبا شي 8 قطع ريدس وسط، أنا منطفتهم بس مخلية الديل. بدنا بصل صغيرة مفرومة صغير، تقريبا شي ربع فليفلة خضرة صغيرة مقطعة كمان قطع صغيرة، شي 4 حبات مشروم مقطعين، وتقريبا شي ملعقتين كبار بروكولي، وعنا بازيلا مجمدة كمان شي ملعقتين كبار. عندي هون كوب من الرز البني المسلوق اوريدي من قبل، وكتير صحي فيه ألياف، مثل ما قلنا رح يكون عشا صحي. رح استعمل الشبت ملعقة كبيرة مفرومة بتعطي نكهة كتير طيبة للأكلة، صوي صوص شي ملعقة صغيرة تقريبا، زيت زيتون ملعقة كبيرة، عنا نص ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون، وربع ملعقة صغيرة ثوم مطحون، وعنا الملح بهار أسود وشوية بابريكا. خلينا نشوف كيف طريقة التحضير، وهي تقريبا يعني الوصفة يعني بتكفي شخص، عملتها لإلي كتير كتير طيبة. عنا هون المقلاية، منحط نص كمية الزيت تقريبا نص ملعقة كبيرة، منخلي يحمى، منضيف القرايدس. ما في خبركن قدي طيبة هالأكلة وسريعة وكتير صحية. القرايدس الرز البني مفيد لأنه فيه ألياف والخضار اللي فيها، والنكهة رائعة. منضيف القرايدس ومنتركه، ما منتركه وقت كتير القرايدس، يعني تقريبا شي دقيقتين بس ليغير لونه ويصير زهري منشيله عالسريع، لأنه إذا تركنا القرايدس وقت طويل ببطل له نكهة ولا طعمة، بس يصير بهالشكل يتغير لونه تقريبا أخذ شي دقيقتين، منحطه على جنب ومنرجع منحط كمية الزيت اللي بقيت نص ملعقة. نحن هون استعملنا يعني ملعقة زيت زيتون. منضيف البصل ومنحرك، يعني عم فرجيكم أنه طريقة سهلة، واحد ما عنده وقت أو حتى فيها تكون غدا هيدي، يعني عالسريع تتحضر وتطبق. نترك البصل تقريبا تيدبل، وهلأ بعد ما دبل البصل تركناش دقيقتين منحط المشروم، ومنترك كمان المشروم تقريبا شي دقيقتين مع البصل لحتى يدبل ويحمر شوي. هلا من بعد ما تركنا المشروم شي دقيقتين مع البصل منزيد الفليفل الخضرة. ما خلينا المشروم يدبل على الاخر لانه ما نحط نحتفظ بنكهة الخضار اللي حطينا، ما بدنا نستوي على الاخر. منحط الفليفل الخضرة ومنحرك، منحط هون الرز البني المطبوخ من قبل. انا على طول عندي بطبخ رز اسمر وبحط بالبراد، على طول بستخدمه مع اكلاتي، بدي اعمل شيء على السريع هذا الشيء بسهل. نحط البازيلا، منضيف البروكولي،
مثل ما شفتوا هالأكلة غنية بالخضار بالألياف بالبروتين، كتير صحية. بعد ما تركنا الرز مع الخضار شي دقيقة دقيقتين، بنرش هلا ملح، البهار الأسود، شوية بابريكا. أنا بحب طعم البابريكا، يعطي شوي حار. منضيف الزنجبيل والثوم البودرة والشبت. الشبت كتير بيعطي نكهة طيبة بهالأكلة. وأنا كتير بحب طعمة الشبت، خاصة مع الأكلات اللي فيها سمك. اللي عم نستخدم القريدس. على فكرة هالأكلة فيها تنعمل بشرايح ستيك، فيها تنعمل بشرايح دجاج، يعني مش بس بالقريدس. وحتى فيها تنعمل كمان بطريقة بلا بروتين، يعني نستخدم ما نستخدم لا دجاج، تكون فيجيتابل بس. زدنا الصويا صوص وحطينا القريدس فوقهم. رح نحرك، بنحرك الخليط كله مع بعض. ما في خبركن الريحة الرائعة، طيبة كتير كتير. بعد ما نحرك بنخفف النار ومنحط الغطاء على المقلاية، خليه تقريبا شي دقيقتين بس على نار خفيفة، بس لحتى تستمع النكهة كلها مع بعض. ونقدم الطبق. عشاء سريع لذيذ، في يكون غدا او عشاء. صدقوني كتير رح تحبوا هالطبق، جربوه. وانتو فيكن تستخدموا الخضار اللي بتحبوها، تستخدموا دجاج مثل ما قلنا او لكن غطينا طبق شي دقيقتين. بعد دقيقتين بنحرك الخليط ونحط النار. هاي الأكلة صارت جاهزة عنا. إذا حبيتوا الأكلة بليز لايك سبسكرايب لحتى أفرجيكم كمان أكلات كتير طيبة وصحية. رح أفرجيكم بعد أفطار ترويقة غدا عشاء. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفكرة لليوم. نشوفكم بحلقة ثانية. باي.